من يفقد الثقة لحظة الخسارة ستزداد خسارته. يبدو أن هذا ما حدث للمعسكر الأزرق، ففقدان الفرصة بحمل اللقب الأهم بعد سنوات لم يتعود عليها محب الهلال أكدت أن وراء الأكمة ما وراءها. سيناريو الشوط الثاني في قمة الأحد أمام الأهلي أعطتنا صورة مختلفة عن زعيم ظل الطريق ولم يكونوا وفق الإمكانات المعروفة. كانوا مكبلين أجسادا بلا روح ولم يخلقوا أي فرصة في 45 دقيقة. دونيس لوحده أزمة وناصر الشمراني كذلك، ومستويات اللاعبين محل شك، والتعادل مع الشباب دوريا رسمت لنا الهلال الحالي. المشكلة أن الأمور لم تتوقف عند ذلك. الفريق خلال 10 أيام قادمة لديه مواجهتان لا يحتاج إلى أخفاق جديد، وخصوصا في الجانب الآسيوي أمام التراكتور الإيراني، فالخسارة والخروج المبكر سيذكرنا بهلال 2003. اللوم يقع على الجانب الإداري الذي لم يجد حلول لأزمات لاعبيه وتذبذب نتائجه. فقصة ناصر الشمراني لم يتم التعامل معها التعامل الأمثل، ومع توالي المباريات أثبتت أن العناصر الأجنبية كان لابد من تغيير اثنين منهم في ميركاتو الشتاء. لا زالت الكرة في الملعب الأزرق أم أن الزعيم أصبح صاحب النفس القصير؟